ظهير ايسر امام مراد الهوساوي بالرقم 18 عبد العزيز العلاوي. يتقدم عبد العزيز يلعب الكره بحثا عن من محمد التيبي. بعد ذلك رضا خرشوش، لكن ايضا المتابعه من جانبي الحارس المميز سالم مع الكره الماضيه تعود من جديد لصالح ساليفو هشام فايق. ساليفو من جديد زال على التعادل السلبي. غير الانتظار والترقب من يسجل اولا في هذه المباراه. بكل تاكيد معلق دائما وابدا لا يريد النتيجه. الهولندي يتقدم رضا خرشوش باول الاهداف. الوقت بدل ضائع للشوط الاول. هل يعود الجبل؟ هل يعود احد؟ يستطيع ويملك عناصر العوده. تعود من جديد زكريا. لكن ايضا في بدايه الشوط الثاني مدرب احد زكريا رمضان اجرى ثلاث تبديلات. تلعب الكره لصالح سعود ومنتصف ساليفو. ساليفو يلعب الكره لرضا خرشوش. رضا يتقدم رضا والتصويب بعبد العزيز. دمدم على رضا خرشوش. تلعب الكره احمد السلطان لصالح محمد العتيبي. المغربي يحاول معها لكن عبد العزيز قطع الطريق. دمدم حسين جبار ايوب نخبر من جديد لصالح البنفسجي ولصالح ساليفو. من خلص الكره الماضيه بالكعب وين لصالح عبد العزيز. عبد العزيز دمدم رياض بوتبوس يحاول معها رياض. لكن ايضا ساليفو بالقوه بالمتابعه لعب الكره في وسط الميدان بشكل مثالي لرياض لحسين جبار. يلعب العرضيه لكن ايضا بالتوقيت كان يتابع هنا كره رياض بوتبوس من ثم حسين جبار. لكن ايضا بالتوقيت المناسب ساليفو معتز هوساوي ايضا هنا الاعاره من المحاوله بالنسبه للجبل. نشاهد ايضا التبديل الرابع بالنسبه لمدرب احد زكريا رمضاني او زكريا رمضان. هنا اللقطه هنا الاعاده والمحاوله بالنسبه للجبل من اجل العوده يا كريم. لكن ايضا ساليفو ساليفو دائما واخذ مكان عبد الرحمن الزهراني. التبديل الثاني بخروج رضا خرشوش. ابراهيم البركه من اخذ مكان للمشاركه. ابراهيم البركه من خلص الكره الماضيه. تلعب لكن ايضا تتخلص من يعود احد عن طريق هذه الكره يا رياض. تلعب الكره بالتقدم تكوارا باسا على اليسار وفي المقدمة الهولندي رضا خرشوش. هذه هي تشكيلة المدرب داركو نوفيتش الصرف. توج بطلا الدوري الموسم الماضي وايضا وفقه كل من الاخدود والحزم والرياض. تلعب الكرة السريعة هنا الهروب يا رضا يا رضا لهولندا. رضا خرشوش الله على الاساس والله على الصناعة. الان حامي العريف بالنسبه للاسماء التي استقطبتها اداره الصفا في هذا الموسم. جدود ايضا ومايكون دوغلاس تكسيرا البرازيلي ايضا المنتقل من الاخدود الى الفريق اللي كان بشكل مثالي ومميز ودائما وابدا تحت نيبوشا. باستا نيبوشا يتقدم. نيبوشا خطيره جدا. نيبوشا يحاول لكن اللي هو مبتكر ساليفو. الكره الماضيه كانت خالصه افريقيه النيجيري والغاني. الكره تقدم بسرعه نيبوشا باستا وايضا رضا خرشوش.
يلعب مدثر ثانيفو، حاول معها مدثر يلعب الفايق الليدر والكابيتانو، يرسل الكرة مدثر ثانيفو من جديد، مدثر في وسط الميدان، عبد الواحد يلعب الكرة مايكوم دوغلاس، دوغلاس ريكاتا من قدم برازيلية لقدم برازيلية، ينتظر من جمهور الصفاء الظهور المميز على سامي تشاكا، يرسل الكرة بعضا عن رأسه لكن أيضا خالد الحاسمي من كان يحاول بالكرة الماضية، لعبة السابعة الساعة سيري تعود من جديد، البنفسجي يحاول جديد، تصل الكرة لصالح سالم، يبحث سالم أنتوي من جديد، دينيس مرة أخرى يحاول مع الغاني، صعد لدوريا وهذا الموسم يملك حقيقة أسماء. من جديد مدثر سليفو، مدثر سليفو وسط الميدان، أحمد السلطان مدثر سليفو لسعود خلاثة، من قال بالأمس أدعو الجماهير للحسين، دخل محاولة المرور لكن أيضا الساعة سيري، مناسبة الساعة سيري، مايكون دوغلاس من جديد، مايكون أنتوي والهروب لكن أيضا مدثر سليفو، غاني مع الغاني، عشر دقائق مرت سلبية بين الفريقين، مباراة لن تكون سهلة، مباراة ذلك تشجيع حقيقة، تشجيع لكل الرجال بصوت واحد لا شك في ذلك، تعود بعد ذلك بسبيل تدخل قبل أن يرتد الحكم صافرة وينهي الشوط الأول ب صفر مقابل صفر، وشوط الثاني شوط المدرب السليفو عزة عزيري وأحمد السلطان في محور الحكاية من جانبه هشام غايب وزكريا فاتي في صناعة الألعاب، سيرج الجناح الأيمن بالنسبة لي الفيصلي وكذلك الزكريا، إذا المحتمى الأول بالنسبة لأحمد السير العطية خلص الدفاع بعدها في ميزانية، ما ينقص المباراة هو هدف حقيقة أما الزكريا والفيصلي بعد ذلك عن طريق كسرة على نادي بختكور قبل قليل في دوري أبطال آسيا، تدخل علي بن الصافة بعد التدخل وأبعاد الكرة الماضية التي لم تكن بعيدة بين اللاعبين، لكن في مكان يقف في مكان متسلل بالنسبة لفلاتة وهدف أبيض في اللقطة الماضية، في دوري يلو لأندية الدرجة، إذا نقترب من مصلحة سليفو طويلة جدا الانتصار سيكون مهم في ملعب صعب، عبد الله الدوسري العطية خطيرة لكن خلص الدفاع، ركان حميد على لوكاس لثالث عن طريق ياسين بعد عرضية لكن خلص الدفاع، عن طريق ياسين برناوي بين عادت بعد ذلك عن طريقه، تعود بعد ذلك لمسة باليسار لأنه يشرك مهاجم آخر مع ربا، لأن المباراة تلعب على أرضية ميدان ميشيل الأسباني، ميشيل غونزاليز اللي اختار جويل روبرتس في الحراسة، الأسباني في خط الظهر من اليمين طاهر واقي في قيمة الاثنين، بينما أيضا العين انتصر من يضمن التأهل لدوري، لكن حق
دقيقة. هذا دوري مدير دوري لا تعرف الأسماء، تتبدل المراكز. إلى الآن لم نعلم 100% من هو المتأهل لدوري روشن، حتى وإن كان القادسيين الطاهر. في وقت كنت أتساءل أين أنت يا لوسيا؟ بكل تأكيد تعود من جديد فارو القاعد والكابيتانو لمسة بايزاني، لكن 1-1 إلى الآن. إلى الآن تعود من جديد متكفر سانيفو ب 52% لم ينتصر، وجدة لم يلا 46% الإيجابي من بحثا عن عثمان سعود جديد. ما زال لوسيانو في التصوف، لكن أيضا مذكر الحديث عن ميشيل غونزاليز المدرب الأسباني إلى تاريخ التدريب الكبير، تتكلم عن أكثر من 15 سنة في عنازل عن الصدارة. الآن يحاول ترك العمار يرسل الكرة لبايجاني، لكن أيضا لم تصل. دائما ما يكون هناك استديو تحليلي عن المباريات. تعود من جديد أيوب الأخضر والمحاولة من جديد، لكن أيضا نيو كيفن رودريغيز من جديد بلمسة مثالية من أجل العرضية، الراسية، لكن متكسر سال لمن سجل أولا في هذه المواجهة، ومن يبادر الآن من أجل إيجاد. حول ترك العمار على جبهة اليسار، تعود من جديد لصالح أندري كاريو، زين النصار بلمسة من أمامي لوسيانو فيتو، لكن مدثر سليفو الغاني زيدا من الوقت. تعادل الإيجابي القاع من الآن من أمام المتصدر القادسية. تعود من جديد المحاولة، لكن تتخلص من ألفا اللاعبين العائدين إلى العين، واللاعبين لديهم خبرة كبيرة. واحدة وثنتين ما بينه وما بين هشام فايق لتعود إلى منتصف تشتدها العام. ولدينا أندية يعني تتكلم عن أرقام كبيرة، تدميرتا إلى زكريا إلى السلطان، لاعب العدالة العام الماضي صاحب 30 سنة أحمد الصبح. هدف يغير طبيعة الحال المباراة، دائما في المباراة كل شيء في المباراة، طريقة اللعب حتى يا كوتوان يجري لا يجد الطريقة أبدا. تعود الكرة الآن we